avocado oil has a high smoke point. Sea salt. Pepper. And now before I add the other things, I add what I got for seasoning, which is half a red onion and about 3 cloves. ها ايه رايك بقى في المفاجأة دي؟ خير يا بوبي، في حاجة؟ ها؟ في حاجة؟ اسأل أختك. في الندادة سرايا لقيتها عاملة لي مكرونة بالبشاميل وحمام محشي، حاجات كلها فاتسي قوي. أنتِ عارفة أنا عاملة دايت. ملهاش حق. وبعدين زوزو ولا صحته ولا سنه يسمحوا بالأكل ده أني مور. واضح جدا إن مفيش أي كنترول طول ما أنا مش موجودة. المهم قلت لها تاخد الاكل لولادها وقلت نيجي ناكل هنا. ها هتاكلينا ايه يا حبيبتي؟ زي ما انت عايزه يعني. قولي نفسك في ايه؟ فين المنيو؟ برافو عليكي، عامله كيو ار كود، شاطره. انما فين الناس؟ لا، من الواضح ان انت نسيتي عادات الشعب المصري، ما بناكلش بدري. سفر بقى نساكي. على كده بقى المطعم ده بيكسب؟ أول ما هتبقي شريكة تأكدي إن أنا هقولك، غير كده يعتبر فضول. الله، جرايه يا بنات، هتمسكوا في بعض قدامي لما تروحوا بإدخلوا. هو أنت شايف حد غيرنا في المكان؟ أيوه، في كوبايات ممكن تتكسر. من الواضح إن الدكتورة مش جاية صدفة، ده انت نازله تفتيش. لا يا روح قلبي، مش محتاجه اعمل كده. انت اي مشروع بتعمليه نتيجته بتبقى معروفه من قبلها. طب انا عندي ميتك. ايه؟ ميتي؟ هنجي لك تاني يا حبيبي. مدلعها انت قوي قوي قوي. الاكل يا فندم بتاع حضرتك. حبيبي يا مورا، استعجلها الاكل بقى، الله يبارك لك. ما هو ده الاكل يا فندم. انا اكل يا مورا، انا طالب من المنيو محشي ورز معمر. طالب في قصه انا طالبها. ما هو ده اللي حضرتك طالبه من المنيو. طب يا مورا، انا دي اللي كده اللي مدور الدنيا هنا بعد اذنك. شوف لمديرك الراجل اللي فوقيك. ثواني بس، ايه ده؟ اللي بتعمله ده؟ ايه الكميات دي؟ يلا مورا اتفضل. حاضر بعد اذنك. ايه ده؟ ايه اللي ايه ده؟ ايه المنظر؟ ما تنزلش في مكان غير وتعمل مشكله؟ اكل جديد على فكره وجربه، ايه المشكله؟ هو عمر بيخبط على الحيطه ليه؟ عمر مريح، دماغه مريحه. هو ايه، في اشتغاله؟ استاذه في حد من الجست عايز حضرتك. ما يمكن يعجبك. هو مش عارف، شكله كده مش عاجبه الاكل، مش عارف. بشوف انا ما شفتش المنظر ده في حياتي ولا الكميات دي. انت مشكلتك في الكميات طبعا. نازلين نتغدى، نازلين نتغدى واحنا داخلين المستشفى. مساء الخير يا فندم. مساء النور. حضرتك مين بس معلش؟ أنا المدير. جميل. أنا فتحت المنيو، طلبت محاشي، كرنب، ورق عنب، ممبار، رز معمر. طلعي لي كده الحاجات اللي أنا طالبها من الطبق معلش. ما ده الأكل اللي حضرتك طالبه، الرز المعمر والمحشي. أيوه طلعوا لي بقى، طلعي لي الرز المعمر، امسكي كده قولي لي ده رز معمر. على مهلي. ما ده حضرتك الرز المعمر أهو. ده الرز المعمر اللي محشي حمام، يعني الطبق ده يستوعب الحمام تحت. ايوه حضرتك جوه حمام فعلا. تمام. انا شايفه تيست، عشان لو الرز عجبنا اطلب ده تيست، ده جاي لي تيست. انت بتكسفني. ثانيه بس، بلا كسفك نشتغلها. طب معلش حضرتك بس، يعني سيبك من الرز المعمر، كلميني كده عن المحشي. انا راجل طالب محشي، انا في دنيتي قسما بالله ما شفت محشي بسله وجزر. ليه؟ ايه الفكره؟ ايه الفكره منه بس؟ ليه عاملين المحشي محشي بسله؟ الفكره بس، لو اقتنعت هاكل. حضرتك في مطعم للاكل الهيلثي، يعني الاكل ده معمول باقل السعرات الممكنه. وانت بتتدخلي في حياتي ليه؟ انا راجل مدهن بحب الاكل المدهن. احنا اسفين، احنا اسفين. ثانيه بلا اسفين في ايه؟ ثانيه واحده، خليكي معايا بعد اذنك. انا الاكل ده مش جاي معايا معلش. انا طول عمري بعدي من هنا شايف محل كراسي بيبيعوا كراسي، لما شفت لكم زبون. على فكره بقى، المكان ده عليه اقبال منقطع النظير. ده اقبال على الخيبه، على الهيافه. انا شايف فيه اشتغال، انت عامله اشتغال. لا، المكان ده ليه الزبون بتاعه، مش مشكلتي بقى ان حضرتك يعني ضعيف الاراده. ما تدخليش في حياتي يا ستي، انت تعبانه.
انا قسما بالله بقول لك انا تقيل ورخم اجيبه لك على الارض. ما واضح فعلا ان حضرتك تقيل. الله دي الفكره الكوميديه. يلا يلا اقسم بالله ما عاضين. يلا نبعت نجيب فرخه محشي فريك. يلا يلا بس حسب الله ونعم الوكيل فيك. يا رب ده الشعب اللي مش عايز يخس ده.